السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل حواوشي خطير جدا، ما شاء الله، اللهم بارك، مقرمش قوي وكمان طعمه في منتهى اللذاذة. اول حاجة هنستخدم مكون كده بيدي قيمة غذائية عالية جدا وكمان بيزود الكمية معايا، وهو هنستخدم كوباية كده صغيرة من فول الصويا زي ما احنا شايفين، كلنا عارفين شكله. هنبتدي ننقعه كده بمية مغلية او مية سخنة قوي يعني لمدة 5 دقايق مش اكتر. هنبتدي بقى نجيب المكونات بتاعتنا، طبعا بصل حواوشي يعني بصل، بصلتين حلوين كده نبتدي نفرمهم، فرم ناعم جدا ومتقلقيش طبعا من الفرم الناعم. انا بعمل كل حاجة في الكبة. اول ما يتفرموا كده شايفين معايا هبتدي انزل عليهم بفلفل الوان، فلفل احمر بارد واخضر بارد زي ما احنا شايفين كده جميع الانواع، وكمان هنحط فلفل حامي في الاخر، ونبتدي نفرمهم برضو فرم ناعم كده مع البصل لحد ما يبقى بالقوام اللي شايفينه مع بعض دلوقتي. شايفين معايا اللون تحفة والريحة جميلة جدا، البصل مع الفلفل بيدي ريحة تحفة. هنبتدي ننزل على اللحمة بتاعتنا، اي كمية لحمة عندك هتنزلي عليها بالخضار اللي احنا فرمناه، البصل والفلفل الالوان. وهنبتدي نجيب فول الصويا اللي اتنقع معايا 5 دقايق بمية سخنة. هنبتدي بس نجيب مصفى كده ونتخلص من اي مية زيادة فيه، انا مش حاطة مية كتير بس هناخد هو خلاص طري معايا، هنصفيه من اي مية زيادة علشان بس ما يبقاش يبل معايا العيش. ونبتدي نتخلص من اي مية موجودة زي ما احنا شايفين، وننزل بيه في الكبة وهنفرمه فرمة ناعمة كده علشان يبقى مش مفرول معايا كده. واحنا بنفرمه هنزل بالتوابل، ملح وفلفل وهيل بودر، وهنزل برشة من جوز الطيب، وكمان هحط كمان قرنين فلفل حامي كده علشان الحواوشي لو ما كانش سبايسي ومشطشط ما يبقاش لذيذ، لازم كده يبقى مشطشط كده وحراق معانا عشان نقدر تاكليه بشهية كده زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. هنزل بقى بفول الصويا اللي انا ضربته كويس جدا، وابتدي هعجن بقى كل المكونات، بس هحط رشة من جوز الطيب كده بتدي ريحة حلوة جدا، واعجن المكونات كلها بايدي بقى عشان تتداخل كلها مع بعضها كده وتتجانس، اللهم بارك، زي ما احنا شايفين ما شاء الله. كده نبقى احنا عملنا عجينة الحواوشي اللذيذة جدا اللي طعمها خطير، وهنبتدي نسيبها ترتاح كده وتاكل من بعضها ومن التوابل ربع ساعة نص ساعة كده قبل ما نعبيها في الخبز بتاعنا. انا هجيب الخبز البلدي العادي جدا، اي خبز متوفر عندك، ونبتدي نقص كده الجزء اللي هنحشي منه، او ممكن تفتحيه حتى من غير ما تقصيه بالمقص زي ما احنا شايفين، تقصي الكمية بتاعتك على قد الحشوة اللي عندك، ونبتدي نغلف نعبي الحواوشي بتاعنا ما شاء الله، اللهم بارك، زي ما احنا شايفين كده. حاولي بقى تملي الرغيف بتاعك كده علشان يبقى متغمس وطعمه لذيذ. شايفه معايا؟ ما شاء الله، اللهم بارك. حواوشي دي اللي احنا بنعملها في البيت طبعا نظيفة جدا، مفيش فيها كمية دهون كتيرة، طبعا انت عارفة الجزار بيبقى يحط في اللحمة اللي بيعملها كمية دهون، وبيلم بقى كل الحاجات اللي مش محتاجها، الشغط والجلد والحاجات، ويحط ويضرب كله مع بعضه علشان يكتر الكمية، لكن انت بتعملي حاجتك نظيفة في البيت تمام جدا، وبتبقي عارفة انت بتأكلي بيتك ايه. زي ما احنا شايفين انا خلصت الكمية كلها، اللهم بارك، مليان كده العيش وشكله يفتح النفس. هنسويه بقى بالطريقة التقليدية، طريقة سريعة جدا، على طاسة سخنة فيها معلقتين من الزيت كده علشان العيش بتاعنا يتأمر كده ويقرمش، وتبقى الحواوشي بتاعتنا خطيرة ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعملي لايك بقى وكومنت حلو كده مزيك
ما شاء الله. لو حسيتي ان الطاسه بتاعتك نشفت كده، هتحطي معلقتين زيت وتبتدي تسيبيهم يسخنوا جدا عشان ياخد معانا اللون القمر اللي انت شايفاه ده. وكمان من وقت للتاني ممكن تغطي العيش علشان يطلع معاكي اللحمه مستويه من جوه وطعمها لذيذ. اللهم بارك، بياخد لون حلو جدا، ودي اسهل طريقه للتسويه. في اكتر طريقه من اكتر من طريقه لتسويه الحواوشي، بس انا بستسهل الطريقه دي ومعايا النتيجه بتبقى تحفه جدا. وكمان العيش بيبقى متقمر كده ومتحمر وكريسبي جدا، وفي نفس الوقت لونه يفتح النفس، واللحمه كمان بتبقى مستويه على الاخر. هخلص بقى الكميه كلها زي ما احنا شايفين. عملت الحواوشي بتاعتي بمنتهى السرعه كده، لذيذه جدا وسبايسي وطعمها خطير ونضيفه ومنتهى النظافه. النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن الحواوشي السريع اللذيذ، الأكلة المنقذة اللي أنا بعملها في أوقات الزنقات. طعمها تحفة وريحتها قلب الدنيا، اللهم بارك. وعملناها بمكون كده واحد بس، بيزود الكمية معانا وبيزود القيمة الغذائية، وهو فول الصويا. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة حبايبي وأول مرة تشوفوا قناتي، أنا هنا ودي قناتي مطبخ الهنا، ياريت تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا طبعا، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان الكل يستفيد، وتعملوا شير كتير. وإن شاء الله تنتظروني في كل جديد. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حبيبي في حفظ الله وأمنه.